محمد سعد خرج بإطلالات ستيلي قدر نقوله ستيلي باش مهم كانوا دارت بزاف ديال نشوفوا التصوير دارت بزاف ديال الاراء من الناس داكور من الناس ماشي داكور من الناس كيضحكوا على هادشي من الناس ما ضحكوش على هادشي افوتر افي شكون اللي بقى تيكومونتي وتيعاود يكومونتي ويتنمر على داكشي اللي داروا احمد سعد سمي الخشاب برافو عليك الطريقه ديال شو سمي الخشاب هادشي راه طلقوا في 73 وباقا تابعه اش خلى ولاد جداد بدات كما تيقولوا المغاربه مطلعاها عليه كل ساعه تبوستي تبقى تضحك ولا مره تقول لهم الحوايج ولا تنقول حوايجي فين مشاو ولا تنقول هادي هادي مازال قانيه عليه مازال شوكو هو وياه راه ما كانش النهايه تاعهم بحال بسمه بوسيل وتامر حسني مره وصلوا ما عرفتش شنو قال لك حق حيدت طيحان ضرباش ضربه بنكريا لا طيحان 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 ضرباش ضربه بالخاتم ديالو ودخلت لي زورجونس اوبيرات وحيدوا لها الطيحان ديالها وانه كان كيسلخها وفي الاخر قال لهم يخدات لي داري قالت لهم لا انا كنت نخلص لي الشيكه تاع ديك الدار ووصلوا داكشي الخيب وصلوا داكشي ديال الدروبه سي فري مازال الاخرين بقات في الاول كانت ريزون مجهوله ما كاينش الضرب وداكشي من الاخر وصلت بعيد انه كتقول لهم انا دار لي عاهه مستديمه وي سي فري سي فري كيف انا منك ما نعاودش نجبدو كاع ما لا بالضحك ولا ولكن على اللبس ديالو اللبس ديالو لا وعلاش دابا هي جبداتو سي سامبل البنات باسكو بغينا ولا كرهنا احمد سعد ما شاء الله عليه الكارتون بلي بلي شونسون اللي كيخرجوا بلي زالبوم ما كاينش ما كاينش ما كيغلطش محمد رمضان راه ما كاينش مسلسل تاعو ما يغنيش فيه احمد سعد نو خطير جدا باغ كونتر سمي الخشاب غبرات لا هي مشات هي من هذا من ريا وسكينه اللي كان دارت مع عبله كامل اللي كان مانيفيك دا على عمر يا ولدي معاود سمعنا بالسيده دونك دابا هي باغا تركب على الموجه سي سا سكي ميشون طلقتي انت والسيد سنوات الضياع صافي الله يجعل البركه علاش غتعاودي تركبي على الموجه راه كيبقى احمد سعد ما بغيتي ولا كرهتي وانا لا فيغيتي جو تروف كو سي ان ستيل il a voulu être différent لا وي كوا با كتبقى ارتست وكتطلع خليو لي زارتيست اي سيكسبريم ميرسي بوكو خليوهم خليوهم يلبسوا اللي بغاو الارتست ما غاديش يطلع يلبس بالعكس هو راه ماشي كيبغيو يبدلوا كيبغيو يعطيو يعني بحال كوم بارتو دون لو موند زعما خليهم على راحتهم خليوهم يلبسوا الا بغاو يلبسوا خليهم يتفنوا خليهم احنا اللي صوصي اللي عطونا الفن اكزاكتومون ما هضرتوا على كيفاش غنى كيفاش لي تيوب ديالو وصلتوا حتى لبال لا كيهضروا على لا كيهضروا على لي تيوب ديالو احمد سعد معروف نو وي مي في هذا الكونسير هذا بالضبط جو بارل دو سو كونسير بيرسون لا بارلي دو ريان طول موند توت لي باج ميم دون لو موند عرب ميم بارتو طول موند سي فوكاليزي سور اشنو لابس احمد سعد باسكو سا شوكي الناس باسكو الناس ما كانوش متوقعين غير يلبس ذوك الحوايج مي ما عايروا اللي عايرات واش سمي خشاب لا عايروا الناس وخدوا صاوروا وخدوا داك لو كيديروا لي اون روب من التحت داروا لي كاريكاتور اي تو سا انا لا روب ماشي بصح هو كان لابس ديك الصايه لا صباح الخير لا ما كانش لابس الصايه داروا لي اون روب ما عرفتش الفيشي ولا جاكش كبيره وداروا ثاني اون روب لا ما كانش لابس الصايه كحله نو ما كانش لابس الصايه انا شفت لا فوتو انا كيلت اكزاكتو انا شفت لا فوتو انا بو مو كان لابسها لا الفوتوشوب ايتي بيان لا Photoshop. لا maintenant on peut plus savoir ce qui est vrai ce qui est pas vrai ولا كيبدلوا ولا كيبدلوا انا والله لا صحابني كان لابس صايا مي انا لو ستيل بالعكس عجبني سا شوك با زعما سا شوك با زعما بالعربيه جمعه اكزاكتومون جمعه فرانشمون عادي بزاف حيدنا الصايا باسكو ما كانش غادي الصايا فوالا عادي تو فا بيان هي انا جي لامبرسيون هي اللي بدات انيسيا داك الشيء باش بدا هو تيعير دي غير هي اللي بدات وي مي داك الشيء ما غادي غير يزيدو سكسي في سكسي وغادي يزيدو بوز بوز سا لو افي ان بوز اكزاكتومون لو باد بوز راه كيرجع اكزاكتومون انا جيم بوكو سكي شنو كان لابس كيف كيعجبني بزاف لو ستيل ميم ديال لي شونتور ماروكان كاينين فوالا ماشي بزاف لان حنا كيلبسوا واعر مي لو بو اللي كيلبسوا واعر الله يكمل عليهم وي سي فري كون تو تو دوني ان ستيل ليسي زعما اي فو اوزي ليسي فو كور ا ليماجيناسيون اي فو انفيستير اوسي اكزاكت لا كنت دخل فلوس انفيستي في لو ستيل جو سوي ديزولي وما كيجيش مع اي واحد ما تجيش ضرب كوستيم في الكرونه وصبط بوينتي بحال لا غادي البريو
البريو بري بحال غادي بحال البريو بحال لابس اون بينيش ودار بروشينغ وقصه ضربه لك حتى هنا ديال الصياد الصغير مي الي ستيلي مو جادور لا عندنا بزاف لي زارتيست ماروكان بون جو في با سيتي دي نو مي عندنا بزاف لي زارتيست ماروكان دي شانتور ولي شانتور تبارك الله راه خدامين وكيدوروا صريفه ايتو كيلبسوا شي حوايج سوي ديزولي بون بعد مرات كبغيو يديروا فيها زعما ستيلي ممرات تقريبا باش ما يخسروش الفلوس باين لو ستيل وباين الحوايج زوينين وباين لي مارك وباين الناس اللي عندهم لوغو با فورسيمون تكون شي حاجه اللي غاليه تقدر غير فهمتي غير بشويه زي حالتي كده فهمتي وتطور صريفه وتحلق على الحاله باش تبان ديفيرون على الناس وباش تعطي حتى لواحد الكوتي ان الناس كيتبعوا لارتيست كيشوفوا شنو لابس هادي نو سي بيان جو سوي بور مي لا رياكسيون دو سميه خشبه نرجعوا لك كانت رياكسيون دو فام ديفورسي بليسي ساشون كو هي قالت ما عندها ما دير بيه وهي اللي ما بغاتوش ميم با ميم با ما بغيتيش وما عندك ما تهضريش عليه علاش راجعه ابري بليزيغ زاني تهضري على سكي بورت صافي وهي ما ولدتش معاه اون بليس دو سا او سويفون ما ولدتش معاه هو ديجا عنده بنته تبارك الله ادوليسونت ما عندها شي 18 ولا 20 طون من زواجو الاول وعنده بنيه من زواجو واش الثاني ولا الثالث واش هذه جات من واحد كان خاطب ريم البارودي عاد كان خاطب ريم البارودي دونك كانت جماعه خشاب قالك هي دات ولدات وليها وعاد من بعد طلقوا وريم البارودي ما دواتش مش متاش وكان اللي غيستي كلاس ما عمر ما جبدهاش عمر ما دوات عليه ساشون كي هي لا بلو بليسي في هادشي كامل انه خلاها وخلاها هما يا ماغي ولا ما عرفت كانوا جو بونس واش كانوا ماغي ولا كانوا مخطوبين كانوا ماغي كنحس قالوا بلي كانوا مجوجين عرفيا وياه كانوا ماغي وخلاها ومشات تجوج تسمى الخشاب وداروا العرس وكلشي وما عمرها ما دوات وما عمرها ما قالت شي حاجه وما عمرها ما جبدات ولا مزيان ولا بالخيب دابا كاين مثلا مغربي كيقول لك لا طلقتها ما توراش دار باها بلا ما تورا دار باها دابا بالنسبه لهاد العيال شنو نقولوا لهم الا طلقتو ما تروحش دار راجلها الا طلقتو طلقتي هنينا صافي تي باس اوت شوز يا با ميو كو لينيورونس نتوما كتطلقوا من هاد الرجال راه كتطلعوا عليهم شوف هادشي كله عالبوز وليدي هادشي في عباد الله